دعاء الإفطار. يا رب، يا قريب، يا مجيب، يا من قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب، ندعوك ونتوسل إليك. يا من قلت: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا من تتنزل كل ليلة تنادي: من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ يا من تحب الملحين في الدعاء، يا من تحب من يلح عليك في الدعاء. يا رب، الناس تمل إذا ألححنا عليها في الطلب، وأنت تحب الملحين في الدعاء. يا رب، اغفر لنا وتقبل منا وارزقنا الإخلاص، ووسع أرزاقنا وبلغنا ليلة القدر، واشف مرضانا وارحم موتانا، واهدي أولادنا واحفظ أولادنا، وانصرنا وانصرنا وانصرنا، وافتح علينا. يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعاء الإفطار.